كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمالة تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة وسعينا للعمالة تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة وبين العالمين احنا بين العالمين دولة تبقى دولة. سجمي ده شنو يا ابوي؟ في شنو؟ عمه وعصايه وشنطه. ماشي يا اخي. ماشي وين يا ابوي؟ والله العظيم يا بنت او تحلفي والله اشيل الشنطه دي انا الطق بعكازي ده اجيب عجلك. فيك الشنطه دي في ضال ورا فضل يا فضل يا بنت. في شنو يا اخوانا؟ في شنو؟ في شنو يا زلمه كورك؟ هسه انا قلت في مصيبه معكم بتتجارروا. في شنو مصيبه اكثر من دي؟ ابوي قال ماشي. شنو يا حاج قصرنا معاك في حاجه؟ ابدا. نحن شنو يا اخي؟ احنا ما اتفقنا تاني ما عندك وعد في البلد لانه انت في سنك دي داير رعايه يعني. يا فضل انا ما مقطع من الشجره يا اخي. والله يا حاج ما قلنا كذا لكن اولى لك فاولى. برا قلتها في الاولى منك يا اخي. مرحبا سيدو. قلت لك يا بيبو. عيون بيبو، أنفاس بيبو، القلب بيبو. هنخلي البكش ده ونتكلم في المهم ولا شنو؟ كده قولي بيبو تاني. بيبو يا أخوانا، يا أخوانا دي شنو؟ دي مرزيغة ولا ده بالون بيغني؟ ده شنو ده؟ موسيغة، موسيغة يا بيبو. مرزيغة دي ما تقولها تاني عشان ما أزعل منك. موسيغة أيه موسيقى. أي دي ذاتها ما عايزينها تاني. حاضر منك نتعلم. أقول لك قولي كل أذنيني ساغيات. أذن ساغية لكن دي حفويت لك يا بيبو. ما بيناتنا. يلا يا بيبو أنا عايز أغير عفش الصالون ده كله وعايز أعمله جلسة عربية. أي لكن الضيوف؟ نو ما في حاجة اسمها ضيوف، الكلام ده انتهى. ضيوف وترقد والكلام ده ما عندنا تاني. عواليق نخليها نعمل جلسة عربية جلسة أثيوبية. انت تعمري بس كده قولي لي بيبو. بيبو الله يحلي لك عمليو. والله يا عمينا في حساباتي عادي. روحي ولدك الكبير ما قال لك بتفرزني منه ولا هذا؟ والله ولدي الكبير ها ومتزوج بنتي. طيب يا ابويا يعني احنا قصرنا معاك في شيء؟ لا لا والله ما قصرتوا ولا حتقصروا، بس كمان يا اخواننا الدنيا راحتي شويه. راحتك هنا يا ابوي. لا لا انا راحتي مع ولدي. هاي لكن حاج يا اخي ولدك ده اول شيء مليوة قاعد عزابي وبيت العزابه ده جوطه وناس داخلين وناس مارقين ما تلقى راحتك هناك. ايوه وانا ما بخليك تمشي لمره البلوله، توريك نجوم الظهر. بس نجوم الظهر دي ذات انا مستنيها. يا ولدي ما تديني خاطرك يا ولدي يا اخي. والله ما عاد شو نسوي عاد ادينا خاطرنا. ومعلاش يا فضيلة ما تزعلي، لكن يا عمي شوف البيت ده مفتوح لك متى ما اجي. الله يجبر بخاطرك. وضعتهم الله اخوانا. بسم الله. لا انا اكل. ابوك ده عنيد خلاص. البالونه كيف حالك؟ الحمد لله. ان شاء الله طيب اخوي. الحمد لله. كيف يا ابوي؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. البالونه اخوي. آه. ابوي ده يقعد لي يومين ثلاثه معاك بيجي ان شاء الله. انا في زول بياب ابوها مليوه، ابوي ده في عيوني جوا. ومن فوق لي راسي بالحيل والله. ايوه بيبو يا بيبو. ايوه يا روحي تعالي بيبو عاوزاك. جاي جاي انا زيكم اشوف المدام مليو. يا ابوي بيبو دي شنو؟ ده معناه البلوله. البلوله؟ اي البلوله بقى بيبو؟ ما دي المدام حقته قال. اها المدام دي يعني المرأة يعني؟ هاي المرأة حقته. المرأة حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. في شنو يا زهر مالك؟ ممكن أفهم، ده جاي هنا لشنو؟
دمنو ده يور ذات سوري قصدي ابوك اسمع هنا زهر ابوي ده خط احمر انا سوي فيني الدايراو لكن ابوي ده اياكي واياكي ثم اياكي تصليو واللي نختلف بتقول لي انا يا بيبو نختلف اسمعني هنا ما اختلاف يعني اختلاف توتالي هذا كامل زعلانة منك وما عايزة معك كلام تاني وانا بقدر عليه زعلك لكن الموضوع ده اكيد وراه في ضيل ليوة اكيد ومليون في المية وانا قبل كده ربحتك للحاجة دي لكن انت ما عايز تسمع كلامي حدي ما مشيت وجيت لكلامي ما مشكلة استحمل يومين ثلاثة والموضوع ده انا بحله لكن تاني اوعى تقول لي يا بيبو ممكن نختلف اطلاقا اقول لك نختلف قولي لي يا بيبو يا بيبو الموت جاكم ليوه يا بدريه بدريه الفجريه يا قشريه ايوه في شنو يا حاج وبعدين بدريه دي منو احنا هنا ما عندنا زولة اسمها بدريه ويت اسمك منو ازدهار خلاص ازدهار انتصار كله زي بعضه عايز حاجة؟ هاي اتفضل البلولة ماشي الشغل؟ ايوه البلولة عنده دوام وطلع من الصباح بالله ايوه سامع شي بلاي الرادي نو اقصد سوري ما عندنا البتاع ده رادي ما عندنا رادي ما عندكم؟ ايوه عندي ليه البريك مويه ده برضو ما عندنا ما عندكم؟ بيتو حسبي الله ونعم الوكيل اخوان سامع حبيبتي عليك النبي سوي لي كسرة بمويه بسكر شوف يا حاج تقعد معانا هنا اوكي انا ما عندي مشكله لكن تعذبني عايز وعايز وعايز معلش عشان انا متزوجه بيبو ما متزوجاك انت فعلا انت اتزوجتي الا بيبو بتاعك ده ما اتزوج هذول تراسك دمه فيك انا ابوك ده بحنس فيه ساعه تيجي تقول لي حرشته ما حرشته ضايقته عشان يجي يغلغلنا نحن يجي يغلغلني انا في بيتي وانا بنتي فيك شنو عشان اخليه ابوك يجي يغلغلك حساده منك ساي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا البلوله عادل حديثك وانت امير الحسن والجمال دي ان عاجبك ما بتفرض علينا هنا ونحن ابو شايلينه فوق كفوف الراحه وهسي كان جا بنشيله ابد الدهر اما يتو يكون مليوه ده كفى البلوله كفايه الكلام اللي سمعته منك في الطريق وانت بعدين مصر انه ابوي ده محرش ليه ابوي عقله يوزن بلد الا انت الله ما قسم لك من عقله الحبه اسمحوا له يا اخوانا انا ما متوازن يا اخوانا يعني مين متوازن ده كلام هنا يا رجال يا ما لك انت لغاوتك قلبت والله مره واحده الولد غيرت لهجته ايوه قلبت كيانه كله عفوا له يا اخوانا اول مره ازدهار دي تمشي بيت اهله مش زعلانه سامحوني مسامحينك عبوبي قاعد الكاسر يا اخي كيف يا حاج ان شاء الله مرتاح ها ان شاء الله مرتاح مرتاح وين يا مرتاح وين بس نحن والله بس استغفر الله العظيم يا حرق الله خلينا يا خلاص يا حاج عشان كتنا جاي يسوقك معاي وين اوديك هناك تاخذ راحتك اولد والله انا قال عقلك راجح لكن طلعت زي اخوانك واحد كيف الكلام ده يا حاج يرضيك يا ولدي انا ماشي على سن كبيره محتاج لي زول بوديني الحمام يورقني يجوز يا ولدي فضيله توديني الحمام تحميني لا لكن كمان اولادك ديل يعني اولادي ما فاضي لي وانت زادك ما فاضي لي يا اخي اقلبها في راسك كده يا ولدي وشوف انا قصدي شنو يا زول انا دي ما فاتت علي شك فهمت يا داب انت بس اشر نحن جاهزين جاهزه وفي البلد راجع من الاشاره انا ده بس لكن اغنى لي البجم ديل خله علي اغنى لك حنان ذات والله يكون بريت عمك افضل لكن والله يا عمي طلعت نصيبه ارز عادي كذا اي والله يا سلام يا اخ والله لكن يا حاج ايوه والله بالغت الله يدي عمليه جميله يا اخي الف مبروك الله والله ثاني يا اخي وان شاء الله ربنا يديكم الذريه الصالحه امين ويجعلوا بيت مبارك امين وان شاء الله كدي عقبالنا يعني امين عقبالك في شنو الحاجه 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 ان شاء الله
امشوا الله يعدل طريقنا وطريقكم وتوكلوا امشوا ان شاء الله طريق السلامه. يا افضل ايه اكان ضايقنا بجيكم. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبقى النفس مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وسعينا للعمال تبقى النفس مسؤولة نعمل بالأمانة بين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الاولى.